درت ايكخو ديال الشمس والله يا البنات الايكخو اللي خديت الى خطير خطير خطير. الدجاج بالضغمير عرفتوا راه كيجي غزال 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 يا الاخوات. وشوفوا لي لا صالات كي دايره زوينه، كتجي صالات ديال الرز بالميسه الاخوات. هي البنات يعني ما كنحش براسي بانني انا بشرى، فهمتوا الاخوات؟ خاصني خصني نجمع شعري وندير ديك القبه الفوق. فرحانين بيا، ديري لي حسين، ديري لي الساره. سيلا زازيلا البنات كدايرين لاباس عليكم؟ اش خبركم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير وبألف صحة وبألف عافية. بغيت غير نقول لكم شكرا لكم يا أحلى أخوات وأحلى متتبعات على الميساجات الزوينين ديالكم، على الميساجات الغزالين كدعوا لي مع ميمتي. ربي يخليكم ليا يا أحلى أخوات اللي عندها ميمتها تهلا فيها والله يخليها لكم، واللي ما عندهاش ميمتها الله يوليها برحمة الله. والله قسم البنات إلا فرحوني الميساجات ديالكم الزوينين لهلا يخطيكم عليا يا أحلى أخوات. قولي يا بشرى اش هذاك الشيء أختي في يديك اليوم؟ أختي بشرى اش غادي نقول لكم اليوم؟ أختي الله يحضر السلامة في هذا النهار هذا، غير الله يكملوا بخير وعلى خير. خاتكم بشرى غادي نمشي ندير واحد الكارثة، واحد الكارثة والله البنات ما عرفتش كيفاش غادي تخرج، ما عرفتش البنات كيفاش غادي تخرج، وقلت غادي نديكم معايا، غادي تمشوا معايا البنات ومحتاجاكم الله يستر عليكم. بغيت الرأي ديالكم، الرأي ديالكم كيهمني بزاف. واحد الكارثة غادير اختكم بشرى اليوم، راه شغي نقول لكم هاد النهار اختي الله يكملوا بخير وعلى خير. قلت غادي ندي معايا الزوينة ديالي ومحتاجة الرأي ديالكم، وقولوا لي شنو هو الرأي ديالكم. المهم زوينة ديالي قبل ما نتوكلوا على الله، قولي يا بشرى اشنو هذاك الشيء في يديك؟ اشنو البنات لقيت هادي عند الاخت ديالي يلاه شرتها البنات. قالت لي يا بشرى راه دايره واحد الضجه كبيره، قالت لي كلشي شاريها. هادي البنات يلاه خرجات، قالت لي هادي كتحيد داك الشعر الزائد من الوجه. والله يا البنات الا بديت كنجرب فيها هي كضرك يعني بشويه، ولكن ديري غير بشويه كتحيد لك داك الشعر الزائد، ما بقيتي تستعملي لا خيط لا لاصيخ، ما بقيتي تستعملي والو، كتحيد لك الشعر من الجزره البنات، وما بقاش اختي الشعر ديال كينوض. ها هي يا البنات خديتها غير ب 10 دراهم، قلت لها واختي عطيني نجرب وغادي ناخذها، وقالت لي وريها حتى للبنات يعني هكا اللي جاوا للبلاد خذوها البنات. هي اختي سكرينيوها، راه دايره اختي كتمشيو غير عند مالي الماكياج البنات، راه ما غير عند مالي الماكياج الاخوات كتمشيو عند مالي الماكياج وريها ليهم وكيعطيوها لكم. راه خديتها غير المهم 200 260 ما عقلتش البنات، يعني بحال قلتي اورو ولا اورو 30 بحال هكاك، اورو 60 اورو 60 سنتيم ولا اورو 30 فهمتوا؟ بحال هكا زوينه كتحيد لكم البنات يعني الزغب الشعر، كتقلعوا لكم الاخوات من الجدر. ايوا قلت اختي كيف ما استفدينا حتى نتوما تستافدوا. المهم زوينه ديالي هذا اختي راه يلاه النهار الاول ديالنا اختي بني ملال، راه باقي اختي راه حطيت لكم الفيديو الاول الاخوات حطيته لكم، ولكن مع باش ما يجيش الفيديو طويل قسمته لكم على جوج. انا اختي دابا خارجه ندير هذه الكارثه، وان شاء الله غدا غنمشيو للدار البيضاء. بزاف ديال الاخوات كيقول لي يا بشرى علاش ما نزلتش في الدار البيضاء، علاش نزلتي في بني ملال؟ انا كيف كنقول لكم البنات نزلت في بني ملال، ماشي في بني ملال، نزلنا في مراكش. بني ملال البنات راه ما كيستقبلش طيارات من فرنسا، راه كيستقبل الطيارات غير من الطاليان ومن خيرونا من اسبانيا، ما كايناش نهائيا الطيارات ديال فرنسا. وحنا البنات نزلنا في مراكش ماشي زعما حي قريبه لبني ملال ولا، نزلنا في مراكش حيك الطياره اللي لقينا رخيصه البنات وغتنزل في مراكش، راه ماشي كان الاختيار لا ديالي ولا ديال راجلي، راه بحال مراكش اختي بحال بني ملال. ومنين نزلنا في مراكش يعني ما غاديش ندوزو على بني ملال ولا غنمشيو ديريكت لكازا، لان حنا غنمشيو لكازا وغنستقروا في كازا البنات. غادي جينا اليوم البنات جا معايا راجلي غنبقاو 24 ساعه بني ملال كيف ديجا شرحت لكم البنات، وان شاء الله غدا في الصباح غادي نفيقوا وغادي نمشيو عند عدوزتي ان شاء الله حتى هي نشوفها ونسلموها نسلموا عليها، ومن بعد غادي نديو العائله الكريمه المحترمه ميمتي وعدوزتي وغادي نمشيو لداري ان شاء الله، وكلشي ان شاء الله غنبارطاجي معكم وكلشي غادي تشوفوه بعينكم. حيت بزاف كيصلوا لي الميساجات كنقول لهم غا صبروا غا صبروا، علاش نزلتي بني ملال وعلاش سبقتي بني ملال؟ كنقول لهم غا صبروا صبروا البنات بلا ما تبقاو تعلقوا بلا ما تقولوا شي حاجه اللي غادي تندموا عليها من بعد، يعني غير صبروا اختي من بعد ان شاء الله غتشوفوا كل شيء بعينيكم ان شاء الله. يلا خليكم معايا غنمشيو اختي والله حتى خايفه البنات، غير خليكم معايا ان شاء الله غيكون واحد الفيديو غزال، ولكن ما تبخلوش عليا بدوك الميساجات ديالكم والاراء ديالكم، وخذوا هذه راها غزاله وزوينه ما غاديش تندموا البنات، راه غير اورو اورو 30 والله البنات. عرفتي راه حيدت منا كاع داك الشعر، انا كنقول كاع ما عندي والله البنات، الا بدات كتنطر ليا كتبقاي ديري غير بحال هكا صح، وكتبدا تنطر ليك ها نتوما البنات، كتبقاي ديري غير بحال هكا وكتبقى تنطر ليك هذاك الشعر الزائد. هانتوما هي البنات ديروها في الموستاج والله البنات الا هانتوما كديروا على هذا الشكل هذا ساهله فاسيلمون، وكتحيد لك اختي كاع داك الشعر. داك الشعر كنقولها لكم راه كيعطيكم واحد
واحد النظره ماشي زوينه في الوجه. فاش كتحيدوا داك الشعر كتبقاو تنقيو شويه بشويه، يعني راه كيبان لكم الوجه ديالكم صافي يا البنات، وهذه كتنطرو يعني من الجزر وكيبقى يقلل مع المده. انت اختي اللي مازال ما خداهاش يطري ياخذها. يلا اختي خليكم معايا نمشيو ان شاء الله غديكم، المهم خليكم معايا غنديكم عند واحد البنت. المهم كلشي غادي تشوفوه في هذا الفيديو هذا، ما تبخلوش عليا بالجيم والبارطاج، كنبغيكم يا احلى اخوات. خوت عبد من كنجي سميتها حبيبه، انا كتعجبني البنات في الحجبان، كتصرع الحجبان هي هذه البنت. هذه الطريقه اللي كتدي للملعب الاخوات، من هنا كتمشي للملعب. عرفتوا راه ما شاء الله الحجبان كتصرعهم دائما، كنجي عندها البنات. انا فاش كنت في اسبان كنجي عندها. ديال اختي جات لقيت طلعت عندها البنات، لقيت عندها اربعه ديال البنات قدامي وغادي نتسنى. قالت لي راه ثلاثه باقيين ما جاوش، وجوج هما يعني خمسه، جوج هما كاينين دابا وثلاثه مازال ما جاوش. نتمنى يبدلوا الراي ديالهم. فهمتوا الاخوات هكا تعجبني كتقاد البنات الحجبان مزيان والله. ايوا اختي قلت بلا ما نمشي حتى للدار ونرجع وسميتو نتسنى، نتسنى اختي تقاد لي وعاد باغا نمشي لواحد البلاصه اخرى غنديكم معايا اختي. نتا الله اختي بالحاله، نتا الله اختي بالحاله. بقيت مع بزاف ديال البنات من طاليان، ما غاديش نبينك من بصح. شوفوا لي يلا جي نوريهم حجبان، يلا وري. شوف 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 شوفوا البنات كدير الصباغه ديال الحجبان. ها هي دابا معليش زينه زينه، شوفوا البنات هي صبغات الحجبان ديالها. شوف الاخوات من بعد وريكم من بعد. قالت لي بشرى، قالت لي بشرى علاش ما تصبغيش الحجبان ديالك؟ قالت لي قالت لي انا وكتهني دابا، قالت لي كنصبغهم كنصبغهم. وشحال كتصبغهم ليك؟ باقي ما قالتلكش سهلة. المهم كتصبغ ليها الحجبان وكيبقاو شحال كيديو لك شهر؟ 15 يوم ما كتبقاي لا ترسمي الحجبان لا حتى شي حاجه. قالت لي بشرى ديري الحجبان وديري الشفار. قلت لها اختي كتشجعيني على الانحراف. قالت لي البنات انا دابا بغات ديري الحجبان وبغات ديري حتى الشفار. اختي ما عرفتش انا الشفار عادي انسان ما ديرش داك الشفار. لا لا ما كنبغيش داك تولي بحال الفرفاره علي لا رمشتي سامبل. ما عرفتش اختي والله الشفار سي فغي. هاي دابا بغات دير الشفار وبغات دير الحجبان. البنات شنو رايكم؟ والله ما عرفتش البنات اختي نتقاد عليكم اختي. والله الا كنت غنمشي ابخي ندير لي ميش، ولكن عيطت لي البنت الباء دابا قالت لي تقطع عليهم الضوء. ايوا قالت لي بشرى سمحي لي ما غاديش نقدر نديرهم. قلت لها لا اختي فيها خير ماشي مشكل، دابا ما غنعجبش نمشي عندها هي، غنمشي عند واحد البنت اخرى غادي ندير لي كوب ما تقطع لي شعري مع الشطوه لي شويه تقطع لي وندير الغوشينغ سيت وهذا الشيء ونخلي لي ميش ان شاء الله ترجع من كازا. ايوا دابا الصباغه ديال الحجبان والشفار انا تنفكر اختي نتزيز عليكم. هذه اللي شوفوا البنت هي حيدات ليها الاخوات، حيدات ليها الصباغه شي جوج شفيرات زوينين غيبقاو بحال هكا غيبقاو لها سيمان. باقا غتنقصيها مولوده، راه قلت لكم في الدخله حبيبه راه سميتها مولوده. هاك راه وريت للبنات الدخله ديالك باش اللي بغى يجي عندك تهلاي فيه. شوف البنات كي تتبقى الصباغه الاخوات شتو ها نتوما والله الا بقاو زوينين بالصحه والراحه. دابا شحال غيشدوا لها هادو مولوده؟ شهر شهر ما تبقاش تقاد الحجبان قل راه الا ما شدوش لهم شهر يجيوك. يا ناري غادي نبداو في الحجبان البنات، غادي نصبغهم، غادي تصبغ ليا الحجبان يا الاخوات، غتقادهم ليا وغادي وغادي غتشوفوا دابا قبل وغادي نخليكم اختي مع بعض. دابا خلا بدينا في عمليه الصباغه البنات. زوينه هادي واش كدير البنات كتهناو وما كتبقوش يعني لا طراسي والحجبان ديالكم لا والو. ما نحرقش اختي المراحل حتى تشوفوا اختي خاتكم بشرى كي غادي تولي اختي. اول مره البنات كندير الصباغه للحجبان، اول مره والله الا زعمتني غير هاد البنت اللي تلاقيت مع البنات في الصالون. قلت لها ناري قلت لها نجيك تلطاني لكن لا لا ما شاء الله ان شاء الله يجوز بينهم. انا اختي عندي ضيقه في مولوده والله القسم البنات، اللي باغا تقاد الحجبان كننصحكم. اشنو قلتي لي مولوده كديري؟ ميكرو شنو اخر؟ اها البنات الحجبان اقسم لكم بالله الاولى والله يا البنات ماشي هكاك، الاولى في الملال اللي باغا تصرع الحجبان كدير كيراتين كدير بروتين كدير كلشي اي حاجه بغيتي البنات تجيو عندها. انا غنوريكم النمره ديال التليفون الاخوات عيطوا ليها كاينه في بهيم زعما الحجبان ما شاء الله اختي. واي حاجه بغيتيها الشعر اي حاجه اي حاجه كدير الاظافر هكا الضفيرات ديالك اي حاجه كدير كلشي البنات.
كننصحكم جوع عند حبيب جوع عند مولو داك نقول لها حبيبه ولا جينا من طرف بشرى الاخوات انتما يا اختي انتما يا البنات وبشرى غادي تزيز عليكم ولات يا اختي باقي لينا الشفار وغادي تشوفوا وغادي تولي اختكم بشرى ما شاء الله الله يبارك اول مره كنديرها واه ستاكل شحال دابا دابا ورا العصر واش الصلاه ولا الكوتي ولا ورا العصر دابا ثلاثه داري يا البنات شكون هادي شكون هادي ما عرفتش راسي يا البنات ماشي ديري يا البنات من هادي الشفار فين هادي الشفار هادي البنات راه غير صباغه من بعد غادي تحيد كاين بيرمانون كاينه بزاف ديال البنات كيقول لك بشرى بدلي بدلي لاكوب ديال الحجبان ايوا نتمنى تعجبكم هادي هادي راه غير صباغه البنات راه من بعد غتحيد ناري لك سبحان الله كم مري ما بقيت نبان لكم علاش شتوني ما بقيتش كنبان ولكن انا واثقه في مولوده ولي دائما خصني ندير لكم روتينات تقلب الكاميرا انتي اختي هي سالت لي البنات الحجبان سالت الحجبان دابا هي كتلصق ليا في الشفار بغيتو البنات الشفار بغيتوهم يعني وحده وحده بغيتو ثلاثه بغيتو يعني اي حاجه بغيتوها فهمتوا الاخوات زوين هادو يعني كتهني كيقول عندك هكا شفارات ما تبقاي ديري لا ماسكارا لا والو ايوا خصني نشكر اول مره بس كندير كنصبغ الحجبان واول مره خصني كندير الشفار بارسك بارك غير خرجت انت ان شاء الله نتيجه زوينه اختي يلاه دخلت للدار عرفتي الاخوات لقيت جا خويا ومرت خويا وولادو عرفتي كلشي باقي بلا غدا كيتسناو فيا ولكن ما شاء الله عرفتي الاخوات نتمنى عافاكم كتبوا لي في التعليق كيجاكم هذا الشيء كيجاكم البنات الحجبان وكيجاكم اختي الشفيرات عرفتي راه اول مره كندير هذه الحاله في راسي بالزوين ما كتبقاي تقادي لا حجبان لا تيجي حاجه فهمتوا البنات كتهني وحتى الشفار حتى هما كتهني منهم نتمنى اختي تكتبوا لي في التعليق ونخلي لكم البنات النمره ديال البنت والله القسم الا بالنسبه للاخوات اللي كاينين في بني ملال والنواحي اللي كننصحكم بها هانتوما يا الاخوات هانتوما قولوا لي كي جاكم عجبوني في الحقيقه دارتي راه كيعيط لي بشرى بشرى واش اختي راه قتلنا الجوع ايوا واش غدير اختي هذا ما كان الغديوه ديالنا ديال اليوم هي هذه الاخوات حطينا لينا حنا اختي النساء هنا والرجاله اختي حطينا لهم في البيت الاخر ها هي اختي درت لهم الدجاج محمر شو البنات كيجي بالدغميره عرفتوا الدغميره غزاله يا الاخوات شوفوا ليا بالقناصي كيشهي البنات الدجاج محمر ودرت لهم هذا شنو درتي هنا عليا في الرز الرز والمايونيز والمايونيز درتي فيه الطون لا ما درتيش فيه الطون وشنو هذا كيتشوب هانتوما الاخوات شو درت لهم صالاد على هذا الشكل هذا جات بنينه يا البنات والله الا فهاد اللحظات هذولا مسارين وتكركر في الجوع الاخوات ما شهيتكم واللي كتوحم الاخوات تسمح ليا بغينا نجيبو هوايكو كما لقيناهاش لقيناها سالات عند السيد جبنا شنو هي هادي لايكو عمري ما شربت دايره بحال كوكا كوكا هادي هادي راه جديده هادي ايوا اختي هادي هي الغديوه ديالنا ديال اليوم قبلوا علينا ومرحبا بكم كاين اختكم بوش غدخلات اختي طلعوا عرفت في هذوك الدجاجات والله القسم الا كليتي الاخوات حتى شبعت ايوا اختي مع الحال سخونه البنات دوشت غسلت شعري عرفتي راه شعري فاز قال البنات غسلت شعري فازك دابا غنمشي ان شاء الله الاخوات عند الكوافوره درت ايكخو ديال الشمس والله يا البنات الايكخو اللي خديت الى خطير 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 بالنسبه للاخوات اللي مازال ما شافوش ان شاء الله غادي نبارطاجيه معكم واعره البنات دابا انا ما دايره حتى شي حاجه غير دوشت درت كريم ديال الهيدراتاسيون ودرت ليكخو ديال الشمس فوندونتا عرفتوا راه البنات غادي يبان لكم عيني حمرين عرفتوا ما غسلتش شعري دخل لي الصابون وما عرفتش البنات واش نحك عينيا واش ما نحكش عينيا واش غيمشيو ليا الشفار ايوا عرفتي شنو البنات والله القسم الا جاني الضحك ايوا دابا غنمشي البنات واحد السيده هنا واحد الكوافوره حدانا غنمشي غتقطع لي شعري بغيت ندير كرادي يا البنات بغيت تقطعوا لي حيك طوال غادي ندير كرادي ان شاء الله ياك وغادي تصايب لي شعري فهمتوا غادي نمشي غير بوحدي فهمتوا غادي نبقى وليداتي ايوا اختي اش غنقول لكم لبست اختي حويجات امي انا البنت راهي كنجي للمغرب كنلقى صغير حوايج امي غتشوفوني بالكسوه الكحله راه ما عنديش حويجي في بني ملال البنات كساويه كلهم رسلتهم للدار البيضاء حويجاتي كلهم البنات رسلتهم للدار البيضاء وبالنسبه للحويجات ديال بني ملال رسلت غير كادويات باقي كاع ما وصلوا والله البنات باقي ما وصلوا ايوا دابا خارجه لبست هاد الجلابيه ديال امي هادي مخرج مخليها امي غير هكا لا خارجه للسوق ولا خارجه تقدا ولا دايرها مع هاد الشرحيك امي كل جليلي
الشال اختي ديالها. ايوا لبست هاد الجليبه هادي ديال مميمتي. ايوا قلت اختي نمشي عند الكوافور نصايب شعري ونرجع. المهم وخليكم معايا واي حاجه غنبارطاجيها معكم كنبغيكم يا احلى اخوات. كم لاكوب ديالك طلي البنات كنت بغيت نصور لكم في الصالون، ولكن ما شاء الله الدنيا هامره يا البنات. كانوا عندها الاخوات هكا كانوا عندها البنات باغيين نصايبوا شعرهم، ولكن اختي خفت لان المهم كنبغيش البنات نشد الناس فهمتوني. درت البنات كرادي هكا كرادي قصرتها ليا كرادي البنات، ودرت ليا بروشين بالنسبه للاثمنه البنات تقطيعه درتها ليا بثلاثه اورو، والبروشين درتو ليا بجوج الاورو قطعت انا وقطعت حتى البنت ديال البنات شعرها حتى هي قطعتو لها بثلاثه اورو مع ان شعرها قصير مي معليش فهمتو. درت لها كرادي قصيره جاتها زوينه الاخوات فهمتو. المهم ما المهم قولوا لي كي جاك الشعر، انا البنات راه ما عنديش مع الشعر مطلق والله. دابا انا فاش كيكون الشعر دابا هكا مطلق بحال ما كنعرفش راسي البنات، وخاصه كملتها بالحجبان وبالشفار والله يا البنات ما يعني ما كنحسش براسي بانني انا بشره فهمتوا الاخوات. خاصني اختي نجمع شعري وندير ديك القبه الفوق عاد كتبان لي اختي بشره. ايوا تتقول لي اختي كي جاتني لاكوب وكيجاني ام حسن الشعر مجموع اختي ولا الشعر مطلق. يلا اختي عطوني الراي ديالكم في التعاليق. والله الا البنات الا جات لاكوب غزاله راه ما درتش البنات لي ميش هذو راه لي ميش القدام ديالي الاخوات. ان شاء الله حتى نرجعوا من كازا عاد باذن الله غادي ندير لها ميش. يلا كتبوا لي في التعاليق كي جاتني اختي لاكوب وقولوا لي بالصحه. ديال اختي طلعنا للمدينه نديروا واحد الجوله البنات، اصوفيت واحد اللعيبات غزالين غزالين بغيت نبارطاجيهم معكم. فنين الناس كيتخافوا انا ديري شوفوا لي فنين دايرين 600 دايرين 3 اورو الاخوات 3 اورو. كاين هذا الموديل هذا عجبني، كاين هذا الموديل، كاين حتى هذا الستيل هذا. شوف البنات كاين هذا الموديل هذا فنين بحال والو الا، ولكن ما عرفتش البنات ما عنديش زعما ناخذ منهم تتصيفطهم ليا الوالده. هادو دايرين 40 درهم، هادو 800 درهم البنات. الشكل ديالها كيجي 800 الاخوات. هذا الموديل هذا هذا 800 عندهم هذا ماشي بحال بحال. شوف البنات بجوج بحال بحال. شوف البنات هذا الموديل هذا كيدير وهذا الموديل هذا اسميتها الزنقه هذه. هاد البنات هاد السيد هاد الولد هذا راه كاين في زنقه الهريه البنات. الا بغيتو تجيو عنده شوف البنات الموديلات كيدايرين. هاد الموديل هذا هذا داير 60 درهم بحال قلتي 60 درهم 5 اورو 6 اورو البنات. شوفي لي الموديل كيدير 6 اورو مبخره 6 اورو الاخوات فنه فنه. كاين هاد الموديل عنده ستيلات غزالين والله الا عجبوني. شوف البنات الموديل كيدير واقيلا غادي ناخذ منه بالحق ماشي دابا فهمتوا. شوف البنات الستيلات كيدايرين عجبوني فنين فنين. لقيت عنده حتى هاد البلاطويات هادو كيجيو هكا زوينين فنين. عجبوني هاد الدريات هادو هاد لي لومب هادو. شوف الديزاين ديالهم كيدير يا الاخوات زنقة الهريه البنات. عرفتو موديلات غزالين عند هاد الولد هذا. شوف البنات لي لومب كيدايرين فنين. شوف هاد الستيل هذا واعرين. شحال خويا دايره هادي؟ شحال 250 البنات 250 بحال قلتي دايره 4000 دايره 25 هو البنات. هاد الموديل هذا شفت 25 اورو. شوفوا لي هاد الديزاين الاخوات واعرين. الولد عنده دراعيات غزالين تصوروا البنات. هادو دايرين 40 درهم 40 درهم دايرين 4 دايرين 4 اورو جا ساره بنتي دايرين 4 اورو البنات. شوف الموديلات 4 اورو يا الاخوات 4 اورو. عرفتوا عنده دراعيات غزالين. هاد الولد كيكون البنات في زنقة الهريه. هاد الموديل هذا موديلات غزالين الاخوات. شوف هاد الستيل هذا تا هو شحال زوين فنين. هادوك الموديلات 3 اورو البنات. هادوك الموديل هاد الخضره هادي هادو البنات كلهم 3 اورو. دراعيات غزالين يا الاخوات 3 اورو البنات 3 اورو. شوف الموديلات هادو فنين عجبتني تا هاد الكحله هادي غزاله. بلادي محتفلين بيا البنات ديري المهرجان. انتما شكون اللي كتحمق على لافاني اختي؟ كيعجبني البنات لافاني فرحانين بيا. ديري لي الحسين ديري لي السهره ما شاء الله الدنيا عامره ما الدنيا عامره. ادري 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 ديال عرسي راه ما شاء الله الدنيا عامره يا الاخوات.
ما بغيتش انا ندخل لداخل البنات لان مع وليداتي صغار ما بغيتش البنات يتسمحنوا. جينا اختي هكا غير طرفه البنات عرفوا ما شاء الله الدنيا عامره، راه كاينين اختي ثلاثه ديال المطربين ولكن اختي داك المشهور مخليني اختي حتى الاخر ما غاديش نبقى ليه لان البنات ما غادي يطلع حتى لشي 12 تاع الليل. ولكن شوفوا لي الاجواء اختي، شوفوا لي مدينه بني ملال ما شاء الله الدنيا عامره يا البنات، شوفوا لي الدنيا عامره عامره يا الاخوات. مدينة بني ملال ترحب بكم ما شاء الله، شوفوا لي البنات الدنيا كي دايره، عرفتوا الجو غزال الاخوات، ما كاينه لا حراره لا والو، الدنيا مبرده ما شاء الله. هذه الساحه البنات، هذه الساحه ديال بني ملال ياك هنا سميتي ساحه الحريه، هنا هذه ساحه الحريه. قول لي بشرى بني، بشرى سات عليكم مدينتك، هذه البلاصه البنات ساحه الحريه. هاد الساحة هادي ديما فاش كتكون هكا شي مهرجان ولا شي حاجة كيديروها هنايا البنات. شوفوا لي اختي، شوفوا لي هاد الفيديو اهداء لان البنات بزاف ديال البنات ملاليات متبعيني وكيقول لي بشرى فاش تمشي لبني ملال صوري لينا. هانتوما الاخوات اهداء ليكم كاملين يا احلى اخوات واحلى متتبعات. الله 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 الله